عادل، انا متحمس جدا اسمع قصتك مع هند. انت عارف كده انا عندي حلقه ناقصه وعايز اكملها. بمعنى؟ شوف يا عادل، انت في كل القصص اللي حكيتها لي انت بتدور على الكمال، والكمال لله وحده، مفيش حد فينا كامل. كل القصص اللي حكيتها كنت بتدور في البنات اللي انت بقيت معاهم على الست المتكامله، يعني مثلا ميرنا. ميرنا بالنسبه لك فيها كل المميزات اللي انت عايزها، بنت نايس ومتربيه ومن عيله كويسه وحلوه، لقيت فيها كل اللي انت عايزه. بس للاسف بقى المميزات الكتير قوي دي هي كانت السبب في فشل العلاقه. منك كانت عارفه كويس قوي مميزاتها، وكانت متاكده ان انت عمرك ما هتلاقيها عند اي واحده تانيه، عشان كده جت عليك، وعشان كده سبتوا بعض. بعديها رحت لياسمين. ياسمين بالنسبه لك كانت مميزاتها اعلى من مميزات ميرنا مليون مره، شفت فيها حاجات اكتر بكتير واهم، بس نفس المميزات هي اللي فشلت علاقتكم برضه. بس ياسمين بقى كانت عايزه الراجل اللي يفضل معاها طول الوقت، ما يفرقهاش، مديها كل اهتمامه، وده كان ضد مبادئك وضد اهم حاجه عندك. انت شغلك بالنسبه لك كان اهم حاجه، مستقبلك والخطوات اللي بتاخدها كانت هي اللي هتعمل لك كيانك ومنظرك قدام الناس، لانك في يوم من الايام عايز تبقى حاجه كبيره. لكن وجود ست زي ياسمين في حياتك خلاك تحس ان انت لو فضلت قاعد جنبها هتخسر كتير قوي، عشان كده موضوعكم ما كملش، وعشان كده عمرك ما كنت هتبقى معاها ولا عمرك كنت هتقدر تبسطها. بعد كده رحت الفريده، فريده بنت واثقه في نفسها، مثقفه، اوبن مايندد زي ما بيقولوا، يعني عندها صداقات وبتتعامل مع الناس كلها. بس المشكله ان مميزات فريده دي خلتها جريئه وقياديه، وده ما كانش ينفع معاك لانه كان هيجي على شكلك الاجتماعي، ودي تاني اهم ميزه كانت عندك، فعمرك ما كنت هتتنازل وعمرك ما كنت هتقدر. وهي كمان بعد الحادثه اللي عملتها ما كانتش هتقدم تنازلات. انا مش هعرضك، انت صح، بس ده بقى اللي خلاني اغير تفكيري بعد كده، ده اللي خلاني افكر واتجوز هند. انا بعد كميه القصه الفاشله اللي مريت بيها في حبي قلت انا مش هدور على اي حاجه، لا مميزات ولا شكل اجتماعي ولا حسب ولا نسب ولا حتى انبهار. انا هدور على حاجه واحده بس، واحده عاوزه تعيش تبني بيت وعيله. ولقيت كل ده في هند. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.